شو يوتيوب. رواء، بعرف غبت عليكم شوي، وحد الله صار يخي، ما كان قصدي، بس انا غبت لانه كنت عم جرب اعمل شي حلو ليوتيوب، بس يلا بعدين تأجل شوي. فرح نرجع نعمل رياكشن سريع، عرفتوا كيف؟ اليوم الرياكشن على مين؟ على فادي رعايدة. الفرق بين المرأة والرجال. في كتير فرق بين المرأة والرجال يا جماعة. الرجال بدلتين جينزين قميصتين قلعت الحياة. المرأة إذا تعيط لك حياتي تعا شوي، تفتح الخزانة مليانة تياب، قل لك ليه ما عندي شيء البس. نحن لقلنا كيف ما الخزانة مليانة، 50 فستان، 50 توب، 50 تنورة، 50 سكربة، هي لقلها إنه أنا بهاللحظة بهالدقيقة شو حاسة نفسيا أنا كمرأة، ولا قطعة من هون 1700 بتريحني. رح تفهمها، مخلوق حساس مثل الورد، المرة مثل الزهرة، بدك تتابعها، بدك تعملها مثل البيبي. بيبي تقدر تكفي وتفهمها عن جد، بتكون البيبي بدك تنتبه، خاصة هو القصص مساحة وضعف، واخدت نص كيلو ونص 2 كيلو، هول كتير مهمين وبدك تنتبه لهم. ليكو هيدي قديمة، يعني بحس حيدير الميساجيني بالاخبار، وميساجيني وما ميساجيني وماسكيلينيتي وما ماسكيل ايري، عرفت كيف؟ بتولع يعني. تنشوف ما اصلا بيشبه اندرو تيت الزلمة. لا صعب، وين الشمس بس. بلش تحذرك اذا نصحاني، اصعب شيء بس تحذرك اذا نصحاني، شو ما جاوبت ما بتخلص. تكون قاعد انت عم تصوفر معك خباشي، بتوصل مثل الكويز، بتوصل كيف هاي ريسيتاسيون ايام المدرسه، فحص منك عاري كويز، بتوصل حياتي شوف لي نصحاني. اذا قلت لها لا بتقول لك كذاب، شو عملت كذاب عم تصير يا عمي. اذا قلت لها اذا تاخرت تجاوب بتقول لك ليه عم تتردد، خايف تجرحني، جرحتني اوريدي ترددت. إذا قلت لها أوكي نصحاني شوي بتقول لك ثانكس على المعنويات. برو إذا بتقول لك نصحاني وبتقول لها أنت إنه يعني أنت كنت صريح خيي. وحيد الله الصراحة كثير مهمة بالعلاقة، أهم شي الصراحة. يعني خلاص خيي نصحاني، إيه نصحاني قلبي، بس إنه تعال إنه مش مشكلة يعني. رواق بحبك مثل ما أنت، أنا حضلي حبك يعني، أنت أنا آخدك مثل ما أنت يعني، عرفتي كيف؟ ما بشوفها هالقد شغلة مصيبة يعني. اصلا هي اذا بتسالك نصحاني وهيك ما بعرف خيي، بحسها مقايرة. ما حلو المرة تسالك نصحاني، اذا سالتك نصحاني اتركها خيي، شو بدك فيها؟ قارب شكلها بعيني، عمر ما ترجع خيي، هي وكرشة. هيك هيك بيحكوا مع المرة، بتزعل بتروح بتنام بتل ما تظهر، شو ما جاوبت ما بتخلص. انا بس حس هيدا السؤال جاي بعمل حالي نايم. بس اسمع الخزانة بالاوضه دغري تصمت كل مشكل بكل شيء، بتطلع بكل سواقة سواقة في ابيخ من كونسيبت، تطلع بالسيارة عند 4 دولية تسوقها تاخدك على محل تنزلك عند ناس، في مشكلة بالكوب بالسواقة، بكون لك 40 سنة بتسوق، ربحان 7 راليات بأيامك، ملك السرعة والتشفيت والجمخانة، ما بعرف شو بيسموها، تقعد حدك مرة بالمشوار على الطريق بتحس حالك ولد صغير. كل خيي أي قارة عم يحكيني خيي، شو في؟ كانت متت على لحظة، بس انه ما متت. تقعد حدك مرة بالمشوار على الطريق بتحس حالك ولد صغير، كل الطريق اوعى انتبه عمه، لا بقطني المشوار بقطني المشوار، اصحى تصير تضرب معك فريمات، اوعى عصفور عصفور. ليكو شو البنيك هيدي كتير مزبوطة خي. عم يحكي اشي صح كتير، لا عن جد، لانه انا خدي ذاكر حالي من شي من كم شهر خي، كنت مع وحده بالسياره ورايح انا انه بالليل خي، الساعه شي 1 الصبح ما في سيارات، الساعه 1 الصبح ما في سيارات، مش حامشي 3، عرفت كيف؟ فما مسرع انه عادي يعني ماشي شي 100 120 رواق كتير، عرفتوا كيف؟ ف ببيت نص ساعه انه خيفانه وقارتها هالرجفه انه لا بليز ما تزرع، لا لا انا انه شو انا عم طلع فيها انه شو بي كيف يمشي بالسيارة خيي، شو على البسكلات يا لو قايرب الهبل خيي، شو المزيد بالهوا نحن على الزفت، انا بسوق ما تعتلي هم، عصفور بالهوا مثل مين يتبقط مشوار، تصير تشك بحالك يا عمي، ما عم بقش عمي انا عم خدي مع بني شي، عم قريب على السيارات كثير، مشان هيك بنوصلكم نعمل حالنا عم نعمل برمي، نلاقي محل صف، لا بنعمل برمي مشفت، نتأكد انه بعدنا نعرف حدود السيارة وما بينا شيء، فحص عيون كل شيء تمام، كثير صعب
اصعب شيء بس كون في شويه عجقه. نحن دائما ابضيات انه بدنا نزورب ونقودم انه ابطال تقول لك هي بلا هالادوميه، تقول لا بنفوت بالادوميه، تفوت بالادوميه وتطلع مسكره عجقه بتعلق بلسانها لتوصله للبيت ما بتعود تخرج. قلت لك ما كل الطريق، قلت لك ما تفوت من هون، قلت لك ما تفوت من هون، ما بترد، قلت لك ما تفوت من هون، لا شوفت من هون، بتصير تحكي مع ناس انت ما بتشوفهم بس تحكي معهم، قلت له ما برد، بده يفوت من هون. كل بنت عندها اشباح مع حواليها. لما ما في حدا يحكي معها بتحكي معه. حتى ان اخباره انه قد ما بيحكوا اوقات بيحكوا مع حالهم، يعني اوقات بيكون في بنت عم تحكي بقول لها انه مع مين عم تحكي؟ بصير انه شو عم بصير معك خيي؟ وين عم تحكي؟ هي انه بتحكي مع حالي خيي شو بدك؟ انا انه عيني بهبلك خيي، روح اعملي شيء خيي، روح انقبري اعملي شيء يعني. سوري على الحكي البذيء يعني، بس انه غير ما بتعرف ما بيعرف يسكتوا. نحن الشباب خيي لما نكون قاعدين مع بعض هيك انه نكون سردينا سرده، بتلاقي اوقات انه في سكوت، اوقات في سكوت، عرفت كيف؟ عادي خي، شيء طبيعي. بس البنت لا، اذا مش عم تحكي في شيء غلط، بس في شيء غلط بها شيء. ولا مره اذا بنت ساكته ما حدا سالها بها شيء بك شيء، لا لا لا، هي بيكون بها شيء كثير، بها اشياء وشو، بس اشياء اشياء تافهه يعني، اشياء تبعتهم كثير بايخه، عرفتوا كيف؟ اللي كسر اصبع، كسر ضفر امبارح انا عم بحك اجري، عيني بضفرك وفيك. مين هون الناس ما بعرف؟ تاكل البهدلة قدامهم، تصير تصلي تلاقي التنال تهرب منه، هليكوبتر تشيلك تهربك بالهواء، ولو شي بيخوف بس طلعوني من هالمصيبة الخلاطة، كثير صعب. معلش ستات صبايا عم تسوق أحسن، دائما المرة بس تعمل أكسيدون بتقول لك كنت واقفة فاتوا في، وقفت عم نزل كم غرض، وحدة ما بتعرف تسوق بوف، تكون الحادث بسطة أسرع. قفت نزل كم غرض. واحد يحكي الحق نحن بنسوق احسن، بس ستات خزن عيمه وغبين بيعملوا 20 شغله هن عم بيسوقوا كيف ما بعرف. مستحيل والله. نحن اذا فتحنا الشباك بتشرد السياره، المره بتحط ميك اب، الكل ميك اب بتقول السياره، مش انه رتوش ببلشوا من الكريم دو باز. كريم دو باز عرفتوه؟ هيدا هيدا اللي بحطوه على وجهن شي واحد منهم يعني، عارف انه مع الميك اب كله ماشي، بتغير الميوزيك وبتبعت واتساب وبتلفن وبترتب السياره وبتنظف التابلو بتحط ماي للمساحات من برا وبتصفوا الاولاد ورا والسياره هيك ماشي دغري. هاي زبيت خلص بقى انت اختك، ما هي بتدهور هاي الصفه اللي بتبرم جسمك 180 درجه توقع تحت المهوار، بضلوا هيك. هاي الصفقة كلمة على ايامنا، بعرف اذا بعد في منها شو قلت انا. بتهرب انت تجي منخمة كس اخت منظرك. وما فيك ترجع كتير لانك المقعد، كنا نصلي ما تكون جملة طويلة، لان في فرق بين خلص نا، في فرق بين انا بقي ريح شو قلت لا. زيت المعنى بس هي اطول، توصل شعرك مكفشل، وجهك معبط، تفوت عند خالتك عم تضحك بس ما بدك تبين انه anyway. هلا عم نحكي نضحك بس في شباب اعملوا سبسكرايب، مش كابسين ولا كبسه، بعرفكم ما نكون كابسين ولا كبسين، ابرو بسوا الكبسه الشرموطه لحتى تشوفوا الفيديوز بعد، ماشي؟ قريب قريب يا زلمه، سوري ما كان قصدي احكي معكم بهالطريقه، بس عم تجبروني، عم تجبروني احكيكم بهالطريقه، ما بحب احكيكم بهالطريقه بس عم تجبروني. في قصص اخطر من هيك، في قصص اصعب. الاغراض اصعب شيء، بس توصونا على اغراض كثير صعب الرجال، بس توصوا على اغراض يا جماعه، ما بده يتبهدل وعنده ايكو اصلا خلقه المعتقل، يعني قضى حياته يبرهن انه رجال وبده يبيض وجهه مع الست ويكون كل شيء تمام، هيدي الاغراض مصيبه. بس شوفوا زلمه بالسوبر ماركت صافي نعرف هيك معبى عرقان صالح مصفر، مثل عنده فحص دولة تقديم ما في غلط او ميتين شغل مليون دولار ممنوع يروحوا من ايده، هيدا زلمة عنده علبة رب مضيع فيها. لا صعب كتير على الشباب انه يلاقوا شغلة. فأنا ولا مرة بروح على سوبر ماركت
وبجيب الغراض الصح يعني. يمكن انا حمار بس صارت خصلة هيدي. حتى جوارير البيت يعني، يعني في اشياء بتكون موجودة ما بشوفها خيي. ليش هيك؟ شو بهون عيوني؟ ما بهون شي خيي، بس انه هن بيقشعوا اكتر. ما بعرف خيي، الحية ما بتقشع لانه بكون إلى سنة علبة رب بالبيت مقابلك، بس وصيك عليها على ستريس بتضيع. هاي ولا هاي؟ في طاووس بس مش هيدا لونها. هاي ولا هاي؟ هاي ولا هاي؟ بتقعد ساعة وقت ما تكتب ليستات وتعيد، وانت لقطها بتخبص تخبص، غلط لك غلطة، كلمة وحدة بتكسرك. شو جايب لي بتقول لك؟ كلمة وحدة بقول انت مدير قصة حكاية، شو جايب لي؟ بتقول لها انت قلت لي، انا قلت لك جيب لي هاي؟ انا وصيتك على هاي؟ اللي انا بستعملها هاي انا قلت لك جيب. هيك حدا مرة، حدا مرة طلب منه، طلبت منه امه مثلا يروح يجيب له لبنة، جاب له لبن. الزغدة شو بتصير؟ خيي هي شغلة نفس العلبة، انه العلبة ما بتتغير. بصير بدي ارجع انزل اجيب لبن، عيري بكس اخت اللبن بعيري. شو بدك ترجع بتحكي مع هالناس اللي انت ما بتشوفهم؟ قال انا وصيته على هاي، قال انا قلت له جيب لي هاي. انا قلت له مين هون الناس ما بعرف. عم تحكي مع شماحة صاحبتها البنات خياتها امها جروب ما بعرف مين. بصير انت مدير شركه، بتكون عندك معمل، عندك مدير بنك، ولد صغير كثير قويه المرأة، كثير باورفل المرأة، كثير كلمه وحده بتهز للرجال. اقل من كلمه، اقل من كلمه. بوسي باور، That pussy got power. That pussy got power. تتأخر مثلا ساعة ساعة وشوية بترجع على البيت بعد الظهر، بتشغل بالي عليك. حلو حلو حقها، بقول لك حياتي وينك؟ شغل بالي. بتقول لها ما امرأة شفت شباب شوي، بتقول لك اه هي الاه؟ هي مانا اه بريئة هي؟ انه اه عن جد تقبرني ترلالا واه يو هي الاه؟ باراجراف هي الاه؟ هي الاه ثلاث صفحات فلاشات كيف اليو اس بي 10000 غنية هي الاه؟ فيها ثلاث صفحات أجوبة. آه أنا بعد الشباب، أنا بعد الهوبيز، أنا بعد الأهل، أنا وين، أنا وين كنت، أنا هاي الآن شو بدك تجيب علي؟ أنا كلمة أصلا شو بدك تجيب على إذا قلت لك آه شو بتقول لها إذا بتريد حقيقة؟ أو إي ما في شو بدك تجيب؟ هي شغلة إنه عم يحكي عن الكابلز المجوزين، عرفتوا كيف؟ بحس ثلاث أرباعنا مش مارقين فيها الخبرية، بس إنه هو في كل هو أشياء بتشوفون إنه مع شو ما كان، مع يعني مع كابلز مش مجوزين، عرفتوا كيف؟ بس بتشوفوها غير بالراب مثل اه بجسمك مثل الكهرباء، بتنزل لك رجوليتك، بتفوت على اوضتك اكل وحده اه، ما لها دواء، ما لها فاكسان بعد، ما في فاكسان اه، ما بعرف بدك تجاوب، تقول اه فيك تقول بس اه، وبعدين هيك بتفي ايه هاي اللعبه هيك هيدي باكج بتيجي هيك. في شيء بيساعد، في شيء كثير مهم، الصلاه، الايمان، كبر عقلك. ضحكته كثير لا المزح حلو، لما تمزح يعني حابب الشخص، وانت عملت هيك وحبصير تحبه مع اغلاطه، بتصير تمشي، بس ما فيك تعمل حرب بالبيت. ما بنام بالاوضه وما راح اقول له بونجور على شهرين، ما بقى صبح لا ما فيك، بدك تمشي، بدك تحلها بالليل زيتها، تحبها، تغمر حياه قلبك، تحطها بقلبك، تبوسها بجبينها وتقول لها بحبك. حبك برص غير بشكلك صح؟ قوي فادر عادي، شيل المانياكي، شيل احضر بعد مرة، إذا حبيتوا احضروا، مش حضروا، إذا حبيتوا قولوا لي احضروا لحتى تحضروا معي، اعملوا لايك، اعملوا كومنت، اعملوا سبسكرايب، بوعدكم نزل فيديوهات بعد، سوري لأنه هيك قصرت الكم يوم، بس حنيك الأرض ارجع سوري، حلوا عن أي